والآن مع آخر أخبار الطقس والأحوال الجوية. ووقفة أخيرة مع محمد عبد الله. إليك محمد. شكرا هبة وشكرا دينا. أخبار الطقس وأبرز درجات الحرارة المتوقعة غدا بإذن الله. يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الجمعة طقس خريفي مائل للبرودة في الصباح الباكر، معتدل الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، حار جنوبا على أو حار جنوب سيناء وجنوب البلاد، ومائل للبرودة في أول الليل، بارد في آخره على أغلب الأنحاء، وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن الجمهورية العظمى والصغرى. القاهرة العظمى 24-15 والإسكندرية 24-16، مطروح 24-13، بورسعيد 24-16 والإسماعيلية 25-12، وأسويس 24-13، العريش 23-14، طابة 24-15، شرم الشيخ 27-17 والغردقة 26-16. أما الأقصر 28-13، أسوان 29-14، الوادي الجديد 26-9، وشلاتين 29-19، وأخيرا حلايب 25-19. ونستعرض معكم درجات الحرارة المتوقعة غدا في عدد من العواصم والمدن العربية والعالمية.